معانا كلمه الكابتن محمود الخطيب، تعالوا نسمع كلمه الكابتن محمود الخطيب النهارده في اسوار ما بين اسوار نادي الزمالك. رابط الاهلي والزمالك مش النهارده، رابط الاهلي والزمالك بالدليل حاجه الناديين قبل اكتر من 100 سنه فاتت. يا رب من وجهه نظرنا من وجهه نظري تمثل العنوان الرئيسي للرياضه المصريه مش بس كره القدم، كل الاحوال. وجود مجلس اداره النادي الاهلي النهارده في مقر النادي الزمالك ما هو الا حقه من الحركات اللي بداتها اجيال عظيمه سبقتنا كلنا وساهمت في بناء العلاقه دي وحافظت عليها على مدار السنوات اللي فاتت. يعني ايه مشروعية النهارده كان اساتذتنا واخبارنا اجيالنا العظيمه اللي فاتت بدون ذكر اسماء وابتدت علاقه طيبه ايمانا منهم ان دي هي الرياضه المصريه. الاهلي والزمالك كوباية الرياضه المصريه مش هما بس، كتير من كل الانديه المصريه المشاركه معانا في كل المسابقات. التاريخ الرياضي شاهد على مواقف كتيره جدا، مواقف كتير جامعه بين الاهلي والزمالك في خدمه الرياضه المصريه. الكلام ده يا جماعه حصل على مر كل الاجيال المتعاقبه علينا، احنا جيل الحالي الاجيال استخدموا الاهلي، كان في احترام متبادل. لازم الناس تعرف احنا بنلعب رياضه وبنتنافس منافسه شريفه وده شيء طبيعي. كل نادي من حقه المشروع انه يحاول يكسب، لكن المكسب يا جماعه الحقيقي المكسب الحقيقي ان احنا الاول لازم ندور على مصالح بلدنا مصرنا الحبيبه يعني، ولازم التعصب ده احنا لدينا ان احنا بصرفاتنا وقراراتنا ازاي التعصب ده ليه، ولازم نحافظ على الروح الطيبه بين جماهير الكره المصريه وخاصه طبعا جماهير الاهلي والزمالك. من هنا بقى انا بدعو جماهير الاهلي وجماهير الزمالك ومن كل الجماهير المصريه والاعلام الرياضي وكل الصحفيين كل الجماهير والاعلام الرياضي. يا جماعه لازم نخلي مصالح مصر هي اللي في الوش، هي اللي قدامنا وقبل كل شيء. كلنا عارفين ان بلدنا بتخوض تحديات كبيره بقالها فتره وما زالت. بلدنا محتاجه تكاتف كل الكيانات الكبيره زي الاهلي والزمالك وكل المؤسسات الروحيه سواء كانت رياضيه او غير رياضيه، لازم كلها تكون ايد واحده وماشيين في خط واحد. دي مصلحه بلدنا وكلنا ثقه في الدوله وقيادتها طبعا على صالح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. مره ثانيه بشكر مجلس اداره نادي الزمالك على الدعوه الكريمه ونشكره على الاستقبال ونهنيه على صفه الجمعيه العموميه وندعوه ان شاء الله لزياره النادي الاهلي في وقت يعني يكون متفق عليه. مش عايز كمان انسى الحقيقه شكر كل الاخوه الاعلاميين والصحفيين اللي جابوا معانا النهارده. في النهايه بشكر حضراتكم جدا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحقيقه يعني منظر اكتر من رائع وحديث اكتر من رائع من الكابتن محمود الخطيب. هختصر لحضراتكم يمكن في 3 4 جمل. الاولى ان ده مش جديد، اولا مش جديد على النادي الاهلي ونادي الزمالك، هذه العلاقات تمتد لاكتر من 100 سنه منذ تاسيس النادي الاهلي ونادي الزمالك.
وان العمليه ممتده واجيال بتسلم اجيال، وكان في اجيال كثيره جدا اتكلم عليها الكابتن محمود الخطيب كانت بتحرص دائما على العلاقات الطيبه مع نادي الزمالك او العلاقه الطيبه ما بين الناديين، ده جزء مهم جدا. كابتن الخطيب اتكلم ان العلاقه ما بين خاصه النادي الاهلي والزمالك هي اللي بتدي الشكل العام للرياضه، لشكل الرياضه المصريه مش لكره القدم بس، وده حقيقي الحقيقه. هذه العلاقات الطيبة إن شاء الله التي تستمر ما بين النادي الأهلي والزمالك بتنعكس على صورة الرياضة وتنعكس على صورة كرة القدم بالذات بصورة إيجابية جدا جدا. كابتن كمان محمود الخطيب اتكلم على التنافس، ما فيش زي ما أنا قلت لحضراتكم، بتتنافس في الملعب، كل نادي بيسعى جاهدا للحصول على البطولات ويكسب مباريات ويوصل لنهائيات، كل ده تمام، ما عندناش اي مشكله فيه، ودي يعني الحقيقه شكل طبيعي للرياضه. فخلينا نتكلم كمان على اخر نقطه اتكلم عليها كابتن الخطيب ويمكن اصر عليها، المصلحه العامه ومصلحه مصر، ودايما مصر فوق الجميع. لما بنقول النادي الاهلي فوق الجميع، لكن يجي كمان مصر فوق الجميع، فوق النادي الاهلي والزمالك، وكل الناس لازم تعمل على ان شاء الله القضاء نهائيا على التعصب بكل انواعه، خطوه مهمه جدا جدا في تاريخ الكره المصريه الحقيقه. اتمنى ان شاء الله انها حتى على مستوى السوشيال ميديا، على مستوى الجماهير، كان في نوع من انواع الفرحه كده، يعني بغض النظر عن الناس التانية، بعض الناس اللي هي عايشة على إنها تشعل التعصب و و و و الحقيقة النهاردة الزيارة دي الحقيقة قضت على كثير من هذه الفئات، وإن شاء الله بإذن الله مزيد من التقدم لبلدنا الكبير.